يعني احنا طبعا بنشكره جدا جدا. احنا في حالة تعتبر على المستوى المادي، والناس هتقول لك بقى وعندنا مشاكل والحاجة غليت بشكل عامل ازاي والدنيا عاملة ازاي والحاجات دي، لكن بدون مبالغة احنا عايشين، بنعرف نخرج. يعني ساعة الاخوان ما كناش بنعرف نخرج من بيوتنا اصلا، ولا ومش هنتعلم، مش هنقول في موت، يعني في موت. النهاردة الحمد لله موجودين بشكل الامن موجود بشكل كويس جدا جدا. في مشروعات لسه مش هتبان، يعني هي مش دلوقتي، يعني الناس مستعجله، الناس بتبقى يعني مستعجله، لكن هو اكيد ليه رؤيه. اكيد مش هيقول لنا هو بيفكر في ايه، او العدو جاي لنا منين، او الحكايه فين. فاحنا نرجع، انا كفنان نرجع للفن، ونبعد شويه عن السياسه وخصوصا الداخليه، ما نتكلمش على مصر خالص. يعني مصر دلوقتي في حاله بجد يعني كويسه جدا، مطمنين، حاسين ان واحد من جيشنا يعني مش هيفرط يعني. لكن عليه ضغوط، عليه ضغوط، وبيعمل اتفاقات هنا وبيشتري هنا وبيعمل هنا، وربنا يوفقه يعني. يا رب يا رب. ميرسي جدا، نورتيني يا شيخ، البرنامج